هاد اللوز هاد ربعة صغيرة، هاد 125 غرام كنعوضو هذا اللي كنقصو. دابا كلهم هذا وهذا غادي نطحنهم ونولو ان شاء الله نطلق. السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم شي واد السباعي، فيديو جديد ان شاء الله. غريبه ديال الكركاع، غريبه معلكه كتجي رائعه، لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. عندي هنا كما كتشوفوا الكركاع، ها هو واحد نص كيلو نتاع الكركاع، 500 غرام ديال الكركاع. وعندي هنا اللوز 125 غرام ربعه صغيره. هاد الكركاع هذا غادي نستيو منه اللي غادي نديرو فوجهم. غادي يعطيني هاد نص كيلو تقريبا واحد 35 حبة، 34. غادي نحيد هاد الكركاع اللي تيكون مصوصة ماشي اللي مهرس، غادي نحيدو هذا اللي تيكون مصوصة كاملين بحال هكا، نستيوه. وهذا اللي مهرس هو اللي غادي نطحنو، تيكون فيه حتى هو نصوصة، غير هو خصني نقلع اللي غادي يكفاني الوجهة هو الاول، باش غادي نزينو ليها وجهها هاد النصوصة. غادي نبقى نحيد هاد النصيصات ونديرهم هنا هاد التفصيل، حتى نحسب الحبات اللي غادي يكفاونا. عطيكم 35 هكاك، 34، لكن غير النصوصة ميكونوش اللي مهرسين، اللي مهرسين بحال هكا لا. غادي نبقى هكا مستمرة نحسب هاد القياس اللي غادي يكفاني. هاني ستيت النصوصة اللي غادي يكفاوني الوجهة. دابا خصني عاود نبقى نستي حيت تيكونو فيه هاد العواد ديالو، تيكون فيه شي حاجة اللي هي زايدة كنحيدوها بحال هكا. يكونو فيه العوادات ديالو هاد القشور، نبقى نقيه اللي لقيت في قلبها شي حاجه هكاك حلا كنحيدها. صافي انا ستيتو هادشي اللي خلى، حيت ما يمكنش نطحنوه بلا ما ندوزوه هكا من يدينا، ومازال غادي نمسحو. دابا غادي نمسحو شويه من الخضره من القبيط اليدين، الزيت تمسح. صافي انا مسحتو، مسحت حتى اللوز، حتى هذا مسحتو اللي غادي ندير له على وجهها. دابا هاد اللوز خصو يتطحن مع هاد الكركاع وهذا التزيين ديال وجهها. هاد اللوز هاد ربعه صغيره، هاد 125 غرام كنعوضو هذا اللي كنقصو. دابا كلهم هذا وهذا غادي نطحنهم ونولو ان شاء الله نطلق. ها هو الكركاع تطحن على هاد القياس، ها هو. وحتى اللوز حتى هو مطحون. غادي ندير هنايا اللوز مع الكركاع اللي هما مطحونين. غادي نزيد النواشف، عندي كاس ديال العنبة ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي. خمارة ونص ديال 8 غرام، نزيد النص من الثانية، معلقة صغيرة ديال الفاني ما عمرش عندي ديال القرعة. غادي نخلط هاد النواشف مزيان. خلطهم مزيان هاد النواشف. دابا غادي نزيد عليهم جوج بيضات، غادي نقربهم فهاد الجبانية، غادي نخويهم. واحد المعلقة كبيرة ديال المربى ديال المشمش كوفيتير،
جوج معالق كبار ديال الزبده دايبه، بعدين نزيد البيض اللي طربت، نبدا نخلط. نخوي تنخلط قياس واحد نصف حلقة البيضات كبار ما كملتهمش، خلطها مزيان وغادي نخليها شوية تشرب. صافي ها هي خلطتها مزيان، قعد شوية نتاع البيض حيت حبات البيض كبار يمكن ليش نكملو، غادي تجي خفيفة بزاف. دابا غادي نخليها شويه تشرب على ما نوجد ليها الطباسل اللي فاش غادي نديرها ونعاود نتلاقاو. صافي ها هي شربات. عندي هنا السكر الثقيل اللي سبق لي غربلتو، هنا دايره شويه تاع الماء باش غادي ندهن يديا. درت الطبسيل اللي كيدخل الفران فيه الوراق ديال الطياب باش ما تلصقش. دابا غادي نبقى ندهن يديا بالماء ونشكلها كويرات على حسب كل واحد والقياس اللي بغى يدير. غادي نديرهم انا في هذا القياس هذا هكايا. ها هما القياس ديالهم، نبقى هكا حتى نكمل هذا. غادي نبدا ندير لها وجهها مزيان في السكر الثقيل، غادي نمرمغها كاملة باش يقبض فيها. هكايا تندرجها فيه مزيان، غادي نبقى هكا مستمرة. دابا غادي نبدا ندير ليها الصوصه ديال الكركاع في وجهها. صافي هي كملتها، نشعل الفران سخون غادي ندخلها ليه نقص عليها خلي عليها عافيه قليله لان ما فيهاش الطحين. غادي واحد 10 دقائق كاع كطيب باش ما نغفلوش عليها، لان غير اللوز والكركاع ما فيهاش الطحين الا ما يطيب شويه البيض فيها، وراه كيبان فيها الطياب. 10 دقائق كاع ما نفوتهمش فيها، غادي تكون العافيه على وجهها في الاول قليله حتى تبدا تشقق، ونعاود نديرها طيب من التحت كما قلت لكم 10 دقائق دغيا كطيب. ها هي الغريبه طابت، هو القياس ديالها ديال الطياب هكا كتجي. غريبه ديال الكركاع واللوز راه من الحلويات الراقيين، كتجي غزاله لا في المنظر ولا في المذاق كما كتشوفوا. راه هادشي نيت ليه هزات ليا ديال الطياب 10 دقائق، راه دغيا كطيب ما نغفلوش عليها. هي الغريبه ديالنا طبق التقديم، راه كتجي غزاله لا في المذاق ولا في المنظر. كنتمنىكم تجربوها، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله في شيوة السباعين.